ننظم اللقاء عشان نعطي فرصه لاكبر عدد ممكن. ويريد اذا في سؤال ما نكرروش. مين قال زملاء هنا اعلاميين مش هننساهم مش هننساهم حاول. اتفضل. عمر عمار من اخت الدعوه. بالنسبه لضغط المواليد على المجتمع كلك الدوله قد ايه؟ وخاصه ثانيا بالنسبه للفصل الاجتماعي، الكثير بيعاني من الفصل الاجتماعي وما بيرضاش يصرفوا له بقى اللي يصرف له ولا يكون معاه اللي مانا تاني اهوت. بالنسبه لتسجيل المواليد وبالنسبه للفصل الاجتماعي تسجيل المواليد، انت هتعمل الكلام ده اهوت على الانترنت على الموقع وبلا قيود. اتفضل. لا يعني انا يعني هي توقعات هي توقعات، انما احنا بنتوقع تكراريه في اعداد المسجلين على بطاقات التموين الحاليه بالملايين، وده نتيجة العشوائية اللي تمت في التسجيل واللي سمحت لبعض الناس ان هي تسجل في اكتر من محافظة واكتر من مكان في نفس الوقت. فانا حاسين ان احنا ان شاء الله هنبقى في رقم مقارب في الناتج الاجمالي يعني او في الحجم الاجمالي، ان احنا بنتوقع توقعاتنا احنا ان احنا هنكون برضو بنتكلم بعد تصحيح هذا الوضع ان احنا نصل ل 70 مليون مواطن. اعتقد يعني انا لسه يعني ما عندناش توقع يعني اكزاكت او محدد، انما اتوقع ان هي تكون في نفس الرينج ان شاء الله. نفس الرينج. بالنسبه للزيت التكلفه الزيت الجديد للبعض بتاعته. لا يعني انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، هي طبعا زيت عباد الشمس اللي طن اغلى 100 دولار في السعر في السوق العالمي اكتر من زيت فول السوري، انما احنا حريصين ان احنا في الاخر نقدم رسالة للمواطن. وبرضه نتيجة ايه؟ نتيجة الكثير من السلبيات في منظومة الإنتاج. يمكن حضراتكم بعضكم تابع الزيارة اللي أنا قمت بيها لمصنع كفر الزيات. ونتائج العينات على الشحنات اللي بتيجي بالمصانع. وأنا كان لسه عندي لقاء مع السيد المهندس حسن كامل رئيس القبضة للصناعات الغذائية. وما زال لدينا الكثير من الجهود لضبط منظومة قبول شحنات الزيت وتوريدها وتكرارها، انما بنقول ان دي خطوه لابد ان تتكامل معها خطوات اخرى، انما احنا بنتكلم في التكلفه في المتوسط بنتكلم ما بين 10 و11 جنيه. سيد الوزير لحظه واحده يا استاذ الله يكرمك، انت تحت امرك حاضر عينيك، مش هنمشي وحد محتاج حاجه، هنعمل سيرك كده ونرجع لحضرتك. فادي لبيب جريدة وطنية. حضرتك بالنسبة للمرحلة الجديدة بالنسبة للقرص، ممكن يا فندم تكلمنا عنها أكتر؟ هل ثلاث شهور يعني أشرت إن كان فيها مشكلة؟ هو مناقصات الأرز بتتعمل في وزارة في هيئة السلع التموينية ثلاث شهور بثلاث شهور. إحنا ثلاث شهور كان بالفعل كان في مشاكل يعني في أعترف كوزير للتموين أنه كانت توجد مشاكل في حصة الرز خلال شهور 2 و3 و4. هل هيتم تعويضهم ولا؟ لا هي صعبة على نظام البطاقة، إنما إحنا ما ننظر إليه هو إيه. المناقصة الجديدة الحمد لله اتعملت في شهر 4 اللي فات. ومجلس الرز إدانا الموافقة على الإسناد للقبض للصناعات الغذائية، وأسندنا بالفعل. وتم إنتاج الأرز الجديد بجودة جيدة، أتمنى إن هي تلقى قبول المواطن وارتياحه، وتم التنفيذ بالفعل. وعاوز أقول لكم إن محافظة سوهاج، محافظة زي سوهاج النهارده عندها 70% من حصة الأرز بتاعت شهر مايو. فإحنا إن شاء الله بنسعى وبنتواصل، وإذا كان في أي قصور هنبقى سعداء إن إحنا يصلنا تجاوب من المواطن أو مردود من حضراتكم عشان نتفاعل معاه. بعض المكاتب أصدرت أوراق كده خاصة للمواطنين إن هم ده والله دي هو انت بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني دور وزاره التموين ليست اجراءات التوزيع على الارض، دي خاصه بالمحافظات ومديريات التموين، فهم هيبقوا اقدر على الاجابه عليها. هل حد من الساده المحافظين ادى اذن بكده ولا لا؟ دي حاجه تخص كل محافظه على حد. شكرا. بالنسبه لتسجيل المواليد يا فندم، بالنسبه لتسجيل المواليد الجديده، هل هيبقى في حد اقصى ولا مجرد اسره عنده 2 او 3 او 4 افراد هيتم؟ لا يوجد حد اقصى. طيب ثاني حاجه بالنسبه لاستفراد الاقساط الجديده، انا كاسره برضه لا حد اقصى، كل الاسره زي ما حضرتك بتقول مجرد ان انا هتامن بالاموال بتاعتي كل افراد الاسره هتحصل على البطاقه بالنسبه للسلع التموينيه.
كل قصدك كل اسره هتحصل على البطاقه؟ اه دي اساسي. كل اسره، كل اسره تقدمت، كل اسره تقدمت الاصل ان احنا هندي البطاقه، هنصرف البطاقه الا لو احتاجنا بيانات اضافيه من بعض الاسر. طيب بالنسبه يا فندم، انا بس الممولين الجديده حضرتك قلت في وقت سابق هيبقى من 2005 بدايه 2005 ل 2011 حتى 31/12/2011. 31/12 يعني من مواليد 1/1/2006 حتى مواليد 31/12/2011. هي في برضه مشكله يا فندم، ان في بعض الموظفين لما بيقدم على الكليه ويمكن في حالات مبتدئه بيمشي بحول برضه 4 ان هو بياخد دوره كبيره جدا، يعني بياخد شهرين او ثلاثه يمكن الكلام ده من فتره. وبس عاوز اقول لحضرتك حاجه، احنا عندنا قاعدة بيانات، نعم قاعدة البيانات بها قصور، نعم قاعدة البيانات يجب تحديثها واضافة الملايين من المصريين ليها، ايوه الكلام ده هياخد مننا وقت، ايوه ولكن احنا ان شاء الله هنبتدي 1/6 يعني احنا بنتوقع 4 شهور حتى نستكمل قاعدة البيانات. اللي هم المسافرين للخارج هيتم احتمالهم اول ما يوافقين، اللي هيقعد خارج حدود، انت واحد متوفى اصل الصفر؟ في ناس حاليا متوفى. انا اعتقد ان المنطق بيقول كده يعني. هستاذن حضراتكم اللي هيسال سؤال ما يقدرش يتواضع مع معالي الوزير. اتفضل يا استاذ. على الوزير. ممكن تبقى تاخد شمال برضه شويه. حاضر. والله حاضر. المخصصات الماليه اللي حضرتك متوقعه ان شاء الله دي للمواليد الجديده اللي هتم اضافتها لا يعني انا يمكن زي ما حضراتكم عارفين ان في متوفيين ما زال بتصرف لهم حصص تموينيه، في اسماء مكرره ويصرف لها حصص تموينيه، في ناس مسافرة ومقيمة في الخارج ومسجلة على بطاقات تموين، وفي نفس الوقت عندنا في الاتجاه الآخر ملايين المصريين لم يسجلوا. أنا بتوقع أن النتيجة الإجمالية تضيف لنا يعني عدد محدود، أنا بتوقع أن يكون في حدود 10% عن اللي موجود دلوقتي الموجود حاليا. طيب ناخد القمح. ما هو بقول طالما بلومبرج يبقى هتسال في القمح. اتفضل. بس احنا كنا عايزين نعرف برضه بيبقى منطقي قوي ان احنا بنعدي على الاخبار مقارنه بنفس الفتره بتاعت السنه اللي فاتت، احنا كنا عايزين نعرف في المقارنه بالسنه اللي فاتت انت توقعت ايه بالنسبه لعمليات الشراء خصوصا الموازنه العامه للدوله طيب يعني انا برضو احب يعني اطمن الاستاذ عبد اللطيف ان ما رصدته الدوله 11 مليار جنيه هو في موازنه العام المالي 2012-2013، بمعنى ان احنا من اول 1/7 انا عندي مبلغ اضافي، فاحنا بالنسبه لنا اولويتنا الكامله وتركيزنا الكامل للمنتج المصري وللمزارع المصري وللانتاج المصري، لابد ان تتغير اولويات الدوله، وبالفعل هي تتغير على الواقع. احنا اولوياتنا زي ما قال سياده الرئيس ننتج الغذاء والدواء والسلاح المصري بايدي مصريه. محصول القمح هو سلعة استراتيجية ورئيسية، ويمكن من كان يشكك طوال الفترات الماضية من فشل موسم الحصاد، ومن كان يروج للكثير من الأخبار والشائعات، احنا اخترنا في وزارة التموين ان احنا ما نردش، انما يوم ما ترد وزارة التموين ترد بواقع على الأرض يلمسه المواطن. واعتقد الحمد لله ان ما زلنا حتى الان لدينا نتائج مبشره تدفعنا للمزيد من العمل وليس للاطمئنان. انا لسه مش مطمئنين. ليه؟ لان احنا ما زال لدينا كثير من الجهد لابد ان احنا نبذله، انما وزاره الماليه والدوله متعاونه معانا جدا، المخصصات الماليه موجوده، اولويتنا كامله للمنتج المصري وللمزارع المصري. معلش
ويمكن ما زي ما قلت لحضراتكم ان ما تم صرفه حتى الان حوالي يفوق 1.6 مليار جنيه. انا بس التوريد السنه اللي فاتت في نفس اللحظه كان 209 الف طن. يبقى احنا السنه اللي فاتت كنا 209 الف طن في نفس اليوم. السنه دي 996. احنا دلوقتي لا يعني احنا دلوقتي فعلا احنا كنا مخططين لساعة تخزينية 4.5 مليون طن وان شاء الله عندنا هذه الساعة. بس في البعض بيقول ان اجمالي الساعة التخزينية في مصر 2.5 مليون طن. والله هي اراء ولكن انا مسؤول عما اقوله. وليه يا استاذ محمود؟ كيف يا فندم تحديدا اجمالي الساعة التخزينية 4.5 مليون؟ يعني انا قلت لحضراتكم في الصوامع انا بس يعني معايا البيان يمكن احنا في الصوامع كنا بنتكلم 1.8 من 10 حاليا وصلنا 1.8 من 10 صوامع. اعتقد ان احنا عندنا شون حاجه 3.6 من 10 بالظبط 3.6 من 10. يعني حوادث احتراق بعض اراضي القمح هي حوادث فرديه مساحات محدوده للغايه. حتى الان لا يوجد بينها رابط واضح. ورغم ذلك ففي انا وجهت خطاب للسيد رئيس الوزراء والسيد وزير الداخليه بان لابد ان كل الاماكن تخزين محاصيلنا الاستراتيجيه يتم مراجعه خطط التامين الخاصه بها بالكامل ان شاء الله. يا دكتور السلام عليكم. عليكم السلام. اول سؤال، انت حضرتك اصدرت قرار بمنع خلط الذره. ايوه فندم. القرار ده له مردودين صعبين. اول حاجه ان انت كده في مليون طن كنا بنوفر من القمح دخل بلالهم الذرة. الحاجة الثانية المزارعين اللي زرعوا الذرة دول أنا قعدت مع بعضهم كنت بشتكي، طب هي الذرة بتاعته فين؟ دي مشكلة، خاصة موضوع خط ال 10% ده تم في معهد التكنولوجيا الغذائية وتم الاتفاق عليه بقاله فترة إنه جاي بدون أي سلبيات. الحاجة الثانية بقى وأنا أنصحك بيها ويا ريت تبعت ناس تشوف موضوع القمح، الناس اللي بتورد قمح في الشوال ناس كتير ما خدتش فلوسها، الناس اللي بتقف على النقره نقر الشاوي النقره معروف اسمها النقره نقر عندنا في المنصوره بيقولوا النقره لا عشان تخلط القمح بحاجات تانية. الحاجه الثالثه انا نفسي يكون في تصريحات واقعيه للناس لان اللي بتقال شيء والواقع شيء تاني. حتى ان الناس فاهمه ان في اكتفاء ذاتي من القمح ما يجيش نهول للناس حاجات كتيره جدا ويجي في ارض الواقع مش كده. احنا بنستهلك من سنتين 14 مليون طن 9 للحكومي و5 للقطاع الخاص. هنيجي للحكومي اللي هو 9 مليون طن اللي هو 750 الف طن شهريا. طب احنا حتى لو ربنا يا رب فرجها ب 4 مليون ونص طن ما احنا هنستورد تاني. لازم نعرف الناس الحقيقه عشان تبقى الناس ماشيه معانا. ما يجيش الناس بعد كده تفاجئ احنا كنا في حلم. الحاجة الثانية يا جماعة موضوع حلق القمح ده كل سنة بتكرر مفروض كده أربع سنين معلش ده الحقيقة عشان بس عشان الزوم موضوع حلق القمح يا جماعة بتحصل كل موسم يا إما عائلات بتتخانق مع بعض يا إما شدة حرارة مش عاوزين يدوا الموضوع مؤامرة. وبعدين ما حتى لو كان فدان اتحرق الفدان بيجيب كام أرداف؟ ما هو ده 15 16 ما هو ده بنجاوب على السؤال ده. بالنسبة لموضوع الذرة أقصى كمية خدتها وزارة التموين يوم صدور هذا القرار من حوالي 6 أو 7 سنين كانت 0.5 مليون طن وتراجعت هذه الكميات بشدة لأن بلغت العام الماضي 150 ألف طن كل اللي احنا خدناه من الذرة. ولذلك الموضوع فعلا فرع ليه الغاية. اما زي ما حضرتك بتتكلم ان وزاره التموين بتاخد حوالي او بتستهلك 8.5 مليون تقريبا لرغيف الخبز البلدي